ماذا لو قلت وهل يخفى القمر؟ هذه العبارة يستخدمها الكثيرون من الناس ويقولونها عن الأمر المعروف أو الشخص المشهور الذي يعرفه الجميع. لكن متى قيلت هذه العبارة، ومن قالها، ولمن قالها، وما المناسبة التي قيلت فيها؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة هو شاعر من بني مخزوم من قبائل قريش، ولم يكن في قريش أشعر ولا أشهر منه. ولد في يوم وفاة سيدنا عمر بن الخطاب، لذلك سمي أبو عمر. وقد ولد في عام 23 هجرية وتوفي عام 93 هجرية. فكان شاعرا وسيما بهي الطلعة، وقد نشأ في أحضان أمه يساعدها في إدارة أملاك أبيه الواسعة، وعاش في شبابه تحت رعاية أمه، فأتيح له الاختلاط بالنساء والجواري من دون تحرج. وتعمق اتصال عمر بن أبي ربيعة بالمرأة حتى أصبح شاعر الغزل بلا منازع، وكان كثير الغزل والنوادر والوقائع والخلاعة والمجون، وقد لقب بالشاعر العاشق لأنه كان مغرما بالنساء إلى حد الهوس. وكان عمر بن أبي ربيعة نرجسيا محبا لنفسه، حيث كان يتغزل في نفسه على لسان معشوقاته من النساء، فيصف نفسه بدلا من أن يصفه المعشوقات. ونجد هذا في أبيات من شعره، حيث جعل ثلاثة من الأخوات يغرمن به دفعة واحدة، وكان هؤلاء الأخوات الثلاث يتحدثن مع بعضهن عنه ويصفوه قبل أن يظهر، ثم ظهر فجأة على فرسه الأغر فوق مرتفع فشغف قلوبهم جميعا. وهذه هي الأبيات الشعرية التي قالها على لسان الأخوات الثلاث: بينما ينعتنني أبصرنني، دون قيد الميل يعدو بي الأغر. قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى: هذا عمر. قالت الصغرى وقد تيمتها: قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ ولم يكن يدري عمر بن أبي ربيعة أن هذه العبارة التي قالها في بيت الشعر هذا سوف تصبح مع مر الزمان مثلا يقال على ألسنة الناس للشخص المشهور وللأمر المعروف قائلين: وهل يخفى القمر؟ وكده يكون عرفنا ماذا لو قلت وهل يخفى القمر. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.